معايدة منك بمناسبة عيد الفطر؟ والكل سنة وانتم سالمين. بوجه كمان بعايد سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد، وإن شاء الله بيعيدوا علينا بالخير، وإن شاء الله البلد تتحسن على الأحسن يا رب. إن شاء الله بينعاد على الكل بخير وسلامة، وإن شاء الله يا رب السنة بيكون أحسن، ورب العالمين بيتلطف بعباده، وشوي تنحل الأزمة عنا بسوريا الحبيبة. بعيد إخواتي وأهلي وزوجتي وكل زملائي في العمل أيضا وكل الشعب العربي السوري. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب، وإن شاء الله هالبلد بيضل بخير. كل عام وأنتم بخير، وسوريا كلها بخير، والأمة العربية كلها بخير. ينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير للجميع، والله يمضي الأمور على خير، وإن شاء الله تكون أيام خير وسعادة لأهل سوريا كلها. ياته إن شاء الله بينعاد على الجميع، إن شاء الله السنة الجاية بتكون الأمور أحسن إن شاء الله يا رب. الله بيفرج على الشعب. بحب عيد أول شيء أهلي والعالم اللي بحبه، ولكل العالم كمان إنه إن شاء الله عيد سعيد. طيب بحب عيد زوجتي، بعيد أهلي، بعيد الأقارب الموجودين، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير بهالمناسبات السعيدة. هي بالكل شيء بعيد أمة محمد كلياتها بإذن الله، وبعيد العالم كله، وإن شاء الله يا رب السنة الجاية تكون أحسن من هالسنة. كل عام وأنتم بخير.